أما بنبص للكنائس، الكنائس الكتير اللي في العالم، كم الطوائف وكم الطوائف اللي تحت الطوائف، كبير ومهول، أعداد كبيرة قوي قوي قوي. ولو بصينا على الاختلافات اللي بين الكنائس المختلفة دي، في اختلافات كتير جدا في طريقة العبادة، في طريقة الصوم، في الأعياد وفي الاحتفال بأعياد، وفي طريقة العبادة نفسها جوه، وفي الاقتناعات، وفي التركيز على مجالات الخدمة، وفي تفاصيل كتير 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 كتير، أدت إنه كل مجموعة ليها حاجات خاصة بيها. وما حد يبص من بره يحس ان الاختلافات رهيبة، اختلافات كتير جدا جدا، للدرجة انه غالبا انه ما بينفعش الناس دي تقعد مع بعض وتتعبد في نفس المكان. بيبقى موضوع غريب قوي قوي انه الناس دي تقعد مع بعض وتتجمع وتتعبد في مكان واحد او في وقت واحد وفي بيت واحد. مشكلة كبيرة جدا على المستوى الشخصي. حتى حضرتك وحضرتك فكروا كده، بتفكر في الناس اللي من طائفة أخرى إزاي؟ حاسس إنه هما غرباء قوي عني، ولا الناس ينفع يروحوا السماء؟ الناس دي مؤمنين بربنا، ولا الاختلاف كبير قوي؟ وما بنقعد مسيحيين في مكان ما في الشغل، هل اللي بيننا هو دايما الاختلافات والحوارات العقائدية اللي عادة بتثير اختلافات ونرفزة، والناس تحس انه ايه دي الناس دي ما بتحبش بعض، ازاي مش طايقين بعض كده للدرجة دي؟ خلينا نفكر في نفوسنا وفي مواقفنا وفي طريقة تفكيرنا. انا بفكر ازاي في الناس دي. شيء غريب جدا انه النظرة تكون كده. نفسي نعمة ربنا ان النهاردة الكلام يوضح لنا المفروض نفكر ازاي بحسب قلب المسيح. ربنا ليه كلام في اللي حصل في العالم، ربنا ليه كلام في الكنيسة وفي اللي حصل في العالم، وربنا يحب ان شعبه واولاده يفكروا ويسلكوا زي ما هو عايز. وهو قايل لنا في الكتاب المفروض في ظروف زي دي نفكر ازاي ونتصرف ازاي. الموضوع والقصة، وهخلي العنوان بتاع الموضوع عشان أبسط الدنيا، اقبلوا بعضكم بعضا. اقبلوا بعضكم بعضا، ده أمر من المسيح، أمر من الرسول بولس كمان في رسالة روميا. اقبلوا بعضكم بعضا، ده الهيدنج الكبير. ربنا يساعدني أعرف أوصل الفكرة كما ينبغي. المسيح في حياته عمل بعض الحاجات اللي بدت غريبة للتلاميذ واستعجبوا، وإزاي تعمل كده؟ حاجة من الحاجات مثلا موقف المسيح مع المرأة السامرية في يوحنا صح 4. هستعمل شواهد كتير بس نشكر ربنا أنها بتطلع، فمش هتتعبوا أنكم تدوروا، وما الشاشات تبقى أحسن هتقدروا تقروا أحسن. يوحنا صح 4 من عدد 5، أتى إلى مدينة، المسيح أتى إلى مدينة من السامرة يقال لها سخار بقرب الضيعة التي وهبها يعقوب ليوسف ابنه. كانت هناك بئر يعقوب، فإذ كان يسوع قد تعب من السفر جلس هكذا على البئر. كان نحو الساعة 6، جاءت امرأة من السامرة لتستقي ماء. قال لها يسوع أعطيني لأشرب، لأن تلاميذه كانوا قد مضوا إلى المدينة ليبتاعوا طعاما. قالت له المرأة السامرية كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لأن اليهود لا يعاملون السامريين. المسيح اقترب وتكلم مع امرأة سامرية، مع أن المفروض أن السامريين دول غير مقبولين خالص من اليهود. اليهود ما بيعتبرهمش خالص من شعب الله لأسباب كتيرة مش مهم ندخل فيها، لكن في عداوة قائمة بين اليهود والسامريين. وجاء يسوع وتكلم مع امرأة سامرية
وابتدى هو اللي فتح الكلام، وهي قالت له كليرلي ازاي تتكلم مع امرأة سامرية وانت عارف ان اليهود لا يتعاملون مع السامريين. وبعدين كمل المسيح الحوار عشان ما طولش عليكم، من عدد 25 ل30 في تكملة الكلام قالت له، قالت له المرأة انا اعلم ان مسيح الذي يقال له المسيح يأتي، متى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء؟ قال لها يسوع انا الذي اكلمك هو. وعند ذلك جاء تلميذ وكانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة، وطبعا امرأة سامرية، يعني بوظ كل الحاجات وابتدى يتفاهم ويحاول يقرب من شخصية مرفوضة تماما من اليهود. ولكن لم يقل أحد ماذا تطلب أو لماذا تتكلم معها. تركت المرأة جارتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس هلم انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، ألعل هذا هو المسيح؟ خرجوا من المدينة وأتوا إليه. من عدد 39 فأمن به من تلك المدينة كثيرون من السامرين بسبب كلام المرأة التي تشهد أنه كما قال لي، التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت. لما جاء إليه السامريون سألوه أن يمكث عندهم، فمكث هناك يومين، فأمن به أكثر جدا بسبب كلامه. الناس المرفوضين دول قالوا له اقعد عندنا يومين، قبل وقعد، لانه قبل الناس دي، قبل الناس الغريبه البعيده اللي في عداوه مع اليهود. يسوع مد ايده وقبلهم، هو اللي ابتدى وهو اللي جابهم وهو اللي جذبهم. موقف تاني، متى 8 من 5 ل 13، لما دخل يسوع كفر نحوم جاء إليه قائد 100 يطلب إليه. قائد 100 غالبا ده راجل روماني، فقائد 100 والرومان واليهود، واليهود ما بيتعاملوش مع الرومانيين برضو، يطلب إليه يقول يا سيد غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا، جاي بيطلب من المسيح خدمة إنه ابني عيان وأنا عندي إيمان فيك إنك أنت ممكن تشفيه، من فضلك اعمل حاجة. قال له يسوع أنا آتي وأشفيه. يسوع للحال في الحال قبل أنه يخدم هذا الرجل الغريب البعيد الغريب عن رعوية إسرائيل. أجاب قائد المائة وقال يا سيد لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، إحنا عارفين الكلام، لكن قل كلمة فيبرأ غلامي، لأني أنا أيضا إنسان تحت سلطان، لجن تحت يدي، أقول لهذا اذهب فيذهب، والآخر يأتي فيأتي، والعبد يفعل هذا فيفعل. بصوا تعليق المسيح على الشخص الغريب ده. فلما سمع يسوع تعجب قال الذين يتبعون حق أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. أقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب. ويسوع بيفتح السكة وبيفتح الباب إنه حيقبل أمم كثيرة إنها تيجي، لكن يسوع علق على الرجل ده إن أنا ما لقيتش حتى في إسرائيل إيمان بمقدار إيمان هذا الرجل. الرجل الغريب البعيد تماما عن رعوية إسرائيل يسوع بيقبله بالطريقة دي، ويسوع بيتكلم عنه إن إيمان هذا الرجل ضخم وكبير جدا جدا مع إنه بعيد، مع إنه لا يعرف. إنجيل متى 15 آخر موقف من مواقف المسيح اللي هستعملها. اتكلمنا على المرأة السامرية، اتكلمنا عن قائد 100 روماني. هنا من عدد 21 في متى 15 ثم خرج يسوع من هناك وانصرف إلى نواحي سور وصيداء. امرأة كنعانية، امرأة كنعانية من كنعان خارجة من تلك التخوم صارخة إليه قائلة ارحمني يا سيد ابن داود ابنتي مجنونة جدا. جت امرأة من كنعان، امرأة كنعانية، وبتصرخ للمسيح من فضلك ابنتي مجنونة جدا اعمل حاجة. لم يجبها بكلمة. تقدم تلاميذه وطلبوا إليه قائلين اصرفها لأنها تصيح ورانا. ده رد الفعل الطبيعي لأنها امرأة، لأنها كنعانية، وأنها عمل لهم دوشة، فالكل الأسباب ما ينفعش أن المسيح يجاوب طلبها، وكل الناس ده رد فعلهم. أجاب وقال للمرأة، وواضح من ردود أفعال المسيح مع الناس الغربة دي أنه غالبا ده كان امتحان لإيمانها، وعشان يبين للناس قد إيه الست دي إيمانها عظيم إيمانك هي. ليكن لك كما تريدين، فشفيت ابنتها من تلك الساعة. يسوع قبل المرأة السامرية، السامريين، قائد المائة الروماني، امرأة كنعانية،
أناس غرباء عن إسرائيل، بعاد، لا يؤمنون أصلا، من باك جراوند مختلف تماما، ويسوع قبل. وده كان مش غريب، لأن دي كانت خطة يسوع إنه هيفتح الباب للأمم. يسوع إدى المثل، بس كان مازال الموضوع بالنسبة للتلاميذ غير طبيعي وغير مقبول وغريب. وربنا عشان يدخل الأمم ويفهم التلاميذ اللي عندهم الباك جراوند الصعب ده، عندهم الخلفية الصعبة دي عن عدم قبول من هو مختلف عني، عمل يسوع معجزة عشان يقنع بطرس ويفهمه ان يا بطرس في حاجة هتحصل وينبغي انك تقبلها، ويا بطرس انت اللي هتبقى مسؤول انك توصل الفكرة وتفتح اذهان الناس اليهود اللي هم يقبلوا المختلفين عنهم، يقبلوا الامم، لان الكنيسة وفكر المسيح ان اذهبوا الى العالم اجمع وكرزوا بالانجيل للخليقة كلها. المسيح في باله انه يضم كل الامم، وهيعمل كده من خلال مين غير من خلال اليهود، لان دول التلاميذ، دول اللي هو جاء من خلالهم، كان لازم يجي من خلالهم. عمل يسوع معجزة مع بطرس عشان يقنعه ويفهمه، بحيث ان الموضوع ما يبقاش فيه اي مجال للشك، ما كانش هينفع باي حوار واي كلام يقنع. لكن اللي ربنا عمله كان انا بفتح الباب، دي خطوة من الله عملها عشان يقول للكنيسة انا بفتح الباب لكل الناس، ينبغي ان الكنيسة تتفتح وتقبل كل الناس. وده كان لازم يتعمل بمعجزة، ما كانش سهل قوي. عارفين ان في يوم 50 حل الروح القدس على التلاميذ، والتلاميذ ادركوا ان ده حلول الروح القدس، اما ربنا اعطى صورة ان الروح القدس حل عليهم غالبا بألسنة وحاجات كده، فادركوا ان الروح القدس حل بطريقة خاصة. فأعمال صح 11، أما ربنا كان عايز يفتح الباب للأمم كان من خلال بطرس، أن المسيح قال له أنت بطرس على هذه الصخرة أبني كنيستي وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. فبطرس كان اللي هيفتح الباب لدخول الأمم. عرفنا أنه بطرس شاف رؤية، وحنقرأ الجزء ده، وبعدين راح لبيت كورنيليوس ووعظ هناك وحل الروح القدس على الأمم. بعدين بطرس بقى بيحكي للناس اللي حصل، ونشوف قد ايه اليهود رد فعلهم انه غير مقبول انك تقبل الناس دي، بس ما اضطروا ان هم يسكتوا اما بطرس حكى لهم ربنا عمل ايه، المسيح عمل ايه، فما قدروش يقاوموا. اعمال صح 11 من عدد 1 بيقول الكلمات دي: سمع الرسل والاخوة الذين كانوا في اليهودية ان الامم ايضا قبلوا كلمة الله في بيت كورنيليوس. وصل الخبر بسرعة انه بطرس كان هناك وانه الامم قبلوا كلمة الله. يعني ايه الامم يقبلوا كلمة الله؟ يعني ايه الناس تدخل؟ لما صعد بطرس الى اورشليم من بيت كورنيليوس خصمه الذين من اهل الختان. ده رد الفعل الطبيعي بتاع الكنيسة الاولى، بتاع اليهود، عدم قبول ان حد تاني يجي. خصمه. ازاي يا بطرس تعمل كده؟ قائلين انك دخلت الى رجال ذوي غلفة واكلت معهم. متخيلين الخطورة بتاعت ان كل الشعب اليهودي بيفكر بالطريقة دي، وان ربنا عايز يفتح الباب انه يقبلوا ناس تانية، ودول قافلين، يعني قافلين بالضبة والمفتاح انوي، ان ما ينفعش، احنا شعب الله بس، احنا بس الصح، محدش تاني يدخل. ابتدى بطرس يشرح لهم بالتتابع قائلا: أنا كنت في مدينة يافا أصلي، فرأيت في غيبة رؤيا إناء نازلا مثل ملاية عظيمة مدلاة بأربعة أطراف من السماء، فأتى إلي. شاف رؤيا بطرس قبل ما يروح لبيت كورنيليوس، فتفرست فيه متأملا، فرأيت دواب الأرض والوحوش والزحفات وطيور السماء. شاف كل الحيوانات والطيور. سمعت صوتا قائلا لي: قم يا بطرس اذبح وكل. فقلت: كلا يا رب، لأنه لم يدخل فمي قط دنس أو نجس. يا رب ما ينفعش، ما ينفعش أذبح وأكل من الحاجات الدنسة والنجسة دي. أجابني صوت ثانية من السماء: ما طهره الله لا تدنسه أنت، ما طهره الله
لا تدنسه أنت. طبعا apparently كأن في الأول أنه بيقول له أنه أنا طهرت الحيوانات دي يا بطرس، ما تدنسهاش أنت باقتناعاتك وبأراك، اسمع الكلام، أنا طهرت دول. طبعا يسوع ما كانش قصد دايركت للحيوانات، وكان هذا على ثلاث مرات، ثم انتشل الجميع إلى السماء أيضا. وإذا ثلاثة رجال قد وقفوا للوقت اللي هم ربنا كان بعتهم من بيت كورنيليوس لسمعان الذي كان فيه مرسلين إلي من قيصرية، جم ثلاث رجال، فقال لي الروح أن أذهب معهم غير مرتاب في شيء. الروح القدس قاد بطرس وقال له يا بطرس روح مع الناس دي، وذهب معي أيضا هؤلاء الإخوة الستة. دخلنا بيت الرجل، كان فيه شهود برضو من اليهود تاني مع بطرس عشان يبقى كل كلمة على فم شهود عشان ما يقولوش أنه ده كان لوحده بيخرف. فراحوا وصلوا بيت كورنيليوس، وكورنيليوس هناك أخبرنا، كورنيليوس اتكلم معهم أنه شاف رؤية، هو كمان طلع له ملاك، ظهر له ملاك في بيته قائما قائلا له أرسل إلى يافا رجالا واستدعي سمعان الملقب بطرس وهو يكلمك كلاما به تخلص أنت وكل بيتك. فلما ابتدأت أتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا أيضا في البداية، بالضبط زي ما إحنا اختبرنا في يوم 50 حلول الروح القدس. أنا شفت ده حصل إن ربنا قبل الأمم ديا، فتذكرت كلام الرب كيف قال إن يوحنا عمد بماء وأما أنتم ستتعمدون بالروح القدس، نفس الكلام اللي افتكروا وقت أما حل الروح القدس على اليهود. بصوا تعليق بطرس بقى أما ربنا لين قلبه، فإن كان الله قد أعطاهم الموهبة عطية الروح القدس كما لنا أيضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح، فمن أنا أقادر أن أمنع الله؟ إذا كان ربنا قبلهم وأكد لي إن هو قبلهم، من أنا أقادر أن أمنع الله؟ هل أقدر أقول له لا يا رب دول ما ينفعوش، لا يا رب دول أمم نجسين ما ينفعش تقبلهم؟ هو مين صاحب السلطان؟ هو مين صاحب القرار إنه يقبل أو ما يقبلش؟ الله قال أنا قبلتهم أقادر أن أمنع الله. فلما سمعوا ذلك سكتوا وكانوا يمجدون الله قائلين إذن أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة. كان محك جامد، كان ممكن الكنيسة ماتت من الأول، كان ممكن الباب اللي اتفتح للأمم يتسد من الأول، إلا لأن الله تدخل بسلطانه عشان يأكد أنه دي خطتي وينبغي أنكم تقبلوا، وعمل كده مع بطرس. والشيء الغريب أنه بطرس اللي وقف الوقفة دي الجامدة جدا، من كتر ما الباكجراوند بتاعه، من كتر ما خلفيته اليهودية قوية وجامدة قوي قوي، بعدها بشوية عمل حتة موقف يناقض تماما اللي عمله هنا. بس بنعمة ربنا بولس كان صاحي وخد رد فعل حاسم جدا عشان يموت القصة دي خالص. في غلطية صح 2 حصل انه بولس كان في كنيسة أنطاكيا وبطرس راح أنطاكيا من عدد 11، غلطية 2 من عدد 11. بصوا الموقف اللي حصل معنا، شوفوا بطرس كان قد ايه ربنا اقنعه، عمل حتة حركة ما يصحش انها تطلع من بطرس اللي ربنا وراه كده، لكن عشان نعرف بس قد ايه الباكجراوند بتاعه، الخلفية بتاعته قوية للدرجة انه رجع رجع في كلامه خوفا مش اقتناعا، لكن كان بسهولة ممكن يتردد وممكن يرجع في كلامه. عدد 11 بولس بيقول الكلمات دي في غلطية صح 2، لكن لما أتى بطرس إلى أنطاكيا قاومته مواجهة لأنه كان ملوما. أنا واجهته قدام كل ناس، عيب يا بطرس يا بولس، ده بطرس مفيش حاجة اسمها كده، ده محك للإيمان ينبغي أن كل الناس ترى وتعرف، لأن اللي بطرس عمله كان ممكن يهد اللي المسيح عمله قبلها في أعمال 11، فكان لازم أقاومه مواجهة لأنه كان ملوما. لأنه قبلما أتى قوم من عند يعقوب، بطرس كان طلع في أنطاكيا، كان في جروب
من المؤمنين الأمم قاعدين بيأكلوا، وبطرس كان قاعد بيأكل معاهم. بطرس اقتنع أن الأمم مرحب بيهم، فكان قاعد بيأكل مع الأمم في كنيسة أنطاكيا. جم شوية من اليهود من عند يعقوب تحت من أورشليم، طبعا مش يعقوب اللي بعتهم، لأن يعقوب ما عندوش الاقتناع ده، لأنه قبلما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم، ولكن لما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم الختان. أما جم هيشوفوني باكل مع الأمم، ابتدى يرجع ويتراجع ويعمل أزيف إن هو لا أنا ما باكلش معاهم. نشكر ربنا عشان بولس، وهنا بيقول وراء معه باقي اليهود، حتى كل اليهود اللي كانوا قاعدين بياكلوا معاه عمل نفس، يعني ده بطرس اللي بيعمل كده، احنا هنروح فين؟ راحوا قاموا هم كمان وعملوا ان هم لا احنا ما كناش بناكل، يعني احنا كنا بس قاعدين بنتناقش اي حاجه. وراء معه باقي اليهود ايضا، حتى ان برنابا ايضا انقاد الى ريائهم. للدرجات دي كان تاثير بطرس، طبعا قائد كبير وعظيم، لكن ضعف وراء كل الناس، بوظ الدنيا خالص بعد رد الفعل العظيم، بعد الوقفة الرهيبة اللي وقفها يوم بيت كورنيليوس وقصاد كل اليهود اللي في أورشليم، وقف وقال إن الرب فتح الباب للأمم يعمل حاجة كده. عشان ربنا يقفل الباب خالص خلى بولس عمل الموقف ده. لكن لما رأيته، ده بولس اللي بيقول بقى، لكن لما رأيته أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل، إن مش قابلين الأمم أو بيتصرفوا إن هم كأنهم مش قابلين الناس دي، يعني قلت لبطرس قدام الجميع: إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا، فلماذا تلزم اليهود أن يتهودوا؟ نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطاة، إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح. أمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. فإن كنا ونحن طالبون أن نتبرر في المسيح نوجد نحن أنفسنا أيضا خطاء، فالمسيح خادم للخطية؟ حاشا. فإني إن كنت أبني أيضا هذا الذي قد هدمته فإني أظهر نفسي متعديا. ما يصحش يا بطرس اللي أنت عملته. إحنا عرفنا التبرير بالمسيح بالإيمان بالمسيح، وده مفتوح لكل الأمم. كان لا يليق يا بطرس أنك تعمل القصة دي، أنت كنت بتهد اللي تبنى. وربنا تاني بيأكد أنه فتح الباب أنه يقبل الأمم، وباللي ربنا عمله ده. وبعد كده جاء المجمع الأول بتاع الكنيسة، أما ناس يهود ابتدوا يقولوا ينبغي أنه عشان الأمم يقبلوا المسيح ينبغي أن هم يحفظوا الناموس، وينبغي أن هم يختتنوا، وابتدوا يقاوموا. اجتمعت الكنيسة في أعمال 15، مش عايز أطول عليكم، اجتمعت الكنيسة في أعمال 15، وقام بطرس وقام يعقوب واتكلموا بمعنى أنه إحنا صدقنا وأمننا أنه الله قبل الأمم، وينبغي أننا ما نحملش على الأمم أكتر من حاجات بسيطة، لكن لا يختتنوا ومش لازم يحفظوا الناموس للتبرير. طبعا موضوع الناموس ده قصة تانية كبيرة ممكن تدرس وقت تاني. أعمال 15 من عدد 6 نسمع اللي بطرس قاله ردا على المشكلة دي، انه بولس بعد ما طلع بالرحلة الاولى وبشر الامم ورجع لكنيسة انطاكيا وبشرهم وفرحهم قوي ان ربنا فتح الباب للامم هناك، ناس من اليهود اتضايقوا وتجننوا وراحوا لأورشليم وقالوا لا ما ينفعش الكلام ده، فارسلوا بطرس وبرنابا لأورشليم عشان يناقشوا القصة دي. فاجتمعوا بالمشايخ والرسل، وبطرس اتكلم ويعقوب اتكلم، ووصلوا القرار يبعتوه لكل الامم ايه اللي انتم ملزمين بيه، وسيبكم من الكلام بتاع الناس اللي عندها الباكجراوند اليهودي اللي هم التهوديين دول، انسوا القصة دي، انتم قبلتم بالإيمان بالمسيح. فاجتمع الرسل والمشايخ عدد 6 في أعمال 15 لينظروا في هذا الأمر. بعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس وقال لهم: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا أنه بفمي، بيتكلم على أيام أما راح لكورنيليوس، بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون. الله العارف القلوب
شهد لهم معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا. بصوا التعبير الجاي: ولم يميز بيننا وبينهم بشيء إذ طهر بالإيمان قلوبهم. لم يميز بيننا وبينهم بشيء إذ طهر بالإيمان قلوبهم. ده أنتوا عندكم باكجراوند قد كده يا بطرس كيهود، ودول كانوا بايزين خالص ومش نافعين وعايشين بيتعبدوا لآلهة تانية، وخلفيتكم مختلفة تماما عن خلفيتهم. إزاي تقول كده؟ ده اللي حصل. الله قبلهم، الله لم يميز بيننا وبينهم، الله فتح الباب وقبلهم. وأنا شفت وشهدت أنه الله أعطى التوبة للأمم. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع أباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ لكن بنعمة الرب يسوع نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. ده اللي حصل في المجمع الأولاني. يسوع في الصلاة الشفاعية بتاعته صلى وقال له: أيها الآب، أريد أن الناس دي اللي بيتبعوني يكونون واحدا كما أننا نحن واحد. يسوع كان حلمه ورؤيته أنه الكنيسة تبقى واحد، وكل ربنا عمله اللي يسوع عمله في حياته عشان يفتح الباب، واللي عمله بعد كده بحلول الروح القدس واللي أقنع به التلاميذ، والطريقة اللي قفل بيها على اليهود ان هم يقفلوا على نفسهم ويفتح الباب للأمم. ربنا حمل كنيسة من في مولدها ان تتنقل القصة من ان الموضوع يبقى الديانة اليهودية الى ديانة المسيح الى المسيحية اللي مفتوحة على العالم كله. فيسوع حمل كنيسة في الموقف اللي كان صعب قوي ان الكنيسة تعرف تاخد ده نقلة رهيبة، كان ممكن تموت في أولها، لكن بالوضوح الشديد اللي في كلمة ربنا، ربنا وقف وحمل كنيسة وصلى إنه يا رب من فضلك إن كل المؤمنين بيا أما بيبص لقدام يكونوا واحد. بس هو قال للتلاميذ: اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. يا رب الخليقة كلها، ده في مجاهل في أفريقيا، يا رب في ناس في أستراليا، في أمريكا ما كانش في أمريكا لسه وقتها، وناس من الصين، وناس يا رب ناس هتيجي بباكجراوندز مختلفة بهيستري. شوف يا رب ما كان اليهود والأمم الديفرنس ده قد ايه، الناس كانت رافضة بعض ومش قادرة تقبل بعض. ازاي تتخيل وتتوقع انه دول ممكن يكونوا واحد؟ ازاي تتخيل يا رب انه ممكن يكونوا واحد؟ اريد ان هم يكونوا واحد. المشكلة أما بنبص دلوقتي على مر العصور، ابتدت الكنيسة تتقسم، وبعدين بعد ما اتقسمت اللي اتقسمت اتقسموا تاني، واللي اتقسموا اتقسموا تاني، مش قادرين يقعدوا مع بعض، مش قادرين يصلوا مع بعض بعد كل المسيح عمله، بعد كل التلاميذ اللي عملوه. والكنيسة الأولى أما اتفتحت وتقابلت، وكلمة ربنا بتوضح أن ربنا فتح الباب للكل، إزاي نتقسم بيننا وبين بعض كده؟ هقول لكم على معلومة معرفش كلكم تعرفوها ولا لا، لكن جاست عشان نعرف قد ايه الشيطان دخل وابليس دخل، ان مفيش حاجة من اللي اتقسمت عليها الكنيسة حاجة تستاهل. مفيش حاجة اتقسمت عليها الكنيسة تستاهل. الكنيسة كانت الاول يسوع وجروب التلاميذ والمؤمنين، دول هي دي الكنيسة الأولى الوحيدة اللي طلع منها آلاف الطوائف والسب طوائف الموجودة حاليا. إزاي؟ عشان الذات، وعشان الأنانية، وعشان السلطان، عشان ما فكرناش زي ما يسوع عايز نفكر، عشان كبرنا حاجات ما تستاهلش. هو قال إنها ما تستاهلش. لو تعرفوا الكنيسة اتقسمت إلى شرقية وغربية بناء على إيه؟ طبعا لها أسباب سياسية وباورز وأساقفة ومطارنا، وكل واحد عايز أوثوريتي، موضوع شخصي. لكن السبب اللاهوتي اللي بيست عليه إن اتقسمت الكنيسة
الحاجة اللي تضحك والتخجلنا كلنا إن ده اللي حصل، وإننا قابلين إن الوضع يكون كده. طبعا دي حاجات بتاعت ناس كبار هم يحلوها، لكن هنشوف على مستوانا احنا نعمل ايه. بس جست عشان تعرفوا، في آية يسوع قالها في يوحنا صح 15 كان بيتكلم عن الروح القدس، والآية دي أما أقراها طبعا محدش لو مش عارف مش هيفكر يعني إزاي، لكن دي اللي قسمت الكنيسة الشرقية وغربية. ده الحاجة اللاهوتية الأولى اللي عملت فرق، بعد كده بقى طلع آلاف الحاجات اللي عاملة فرق. في يوحنا صح 15 يسوع قال الكلمات دي، يعني كان بيتكلم عن الروح القدس، ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي، وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء. الآية دي هي اللي فصلت كنيسة الشرقية وغربية لاهوتيا. اتخانقوا على ايه؟ وانا بقولها ببعض التهكم مش عليهم، علينا كبشر. اتخانقوا هل الروح القدس بينبثق من، وبعدين هنا هي من عند الاب، هما حطوها في 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 في, في قوانين الايمان، بينبثق من الاب بس ولا بينبثق من الاب والابن؟ دي اللي قسمت الكنيسه لاهوتيا. تتصوروا تتخيلوا للدرجة دي إبليس ضحك على الكنيسة، ضحك علينا؟ إيه الآية دي اللي لو دخلت في أمور الله اللي إحنا لا نراها ولا نعرفها اللي تقسم الكنيسة كده؟ حاجة مؤلمة. المشكلة الكبيرة، وده المين الموضوع، كل اللي فات ده كان المقدمة، أنا بس مش هكمل زيادة عشان مش هطول عليكم، لكن عشان نفهم قد إيه ربنا نفسه أن الكنيسة تكون واحد بكل الباكجراوندز المختلفة بتاعت المؤمنين اللي في كل العالم. هل ينفع نتحد على كل التفاصيل؟ صعب جدا، وربنا ما توقعش كده. ربنا ما توقعش كده، ما توقعش أن نبقى واحد بمعنى اسطمبة واحدة. صحيح انفصال الكنيسة وتشققها دي خطية البشر، ومش ده اللي ربنا عايزه، لكن حتى في الكنيسة الواحدة ربنا سمح انه نبقى واحد ومختلفين، مدنا مواهب مختلفة، فالوحدة والتنوع قائمة عند ربنا وما فيش مشكلة، لا تفسد للود قضية ان نكون واحد ومختلفين. المشكلة الكبيرة، ومشكلة كبيرة حتى في حياتنا الحالية، ان ما بنميزش بين الميجر ثينجز والماينر ثينجز، ما بتميزش بين الحاجات الحقائق العظمى والهامة اللي ما ينفعش نختلف فيها، وبين الحقائق الصغيرة الأقل أهمية. يسوع نفسه ميز في الناموس بين أثقل الناموس والحاجات الأصغر. الرحمة والحق والإيمان ده أثقل الناموس، لكن النعنع والشبث والشبث والمش عارف إيه، النعناع والكمون والحاجات دي حاجات تافهه، مطلوب ان نطيع كله، لكن ما نجيش فدي ونبلع الجمل. بنفس المفهوم اما نبص على المؤمنين بكل الطوائف حاليا، هناك امور مختلفه بينا كتير، ومخنا فدي وبنضخم دي، لكن هقول لكم اللي بيجمعنا ايه، اللي بنؤمن بيه كلنا. يعني اكيد مش وقته انه انا كنت ناقل قانون الايمان. هل قانون الايمان عندنا مكتوب؟ اي منى، اوكي طيب انا هجيبه تاني، وعلى ما ده يطلع هقرأ لكم إيه اللي بيجمعنا، ودي الحقائق الكبيرة الهامة. إحنا كلنا عيلة واحدة في المسيح، كلنا هنبقى مع يسوع في السماء. يسوع بيقول أنتوا كلكم أولادي، كل اللي قبل يسوع المسيح هو ابن. في أفسس
أصح أربعة أما بيتكلم على الكنيسة وعن الجسد الواحد بيقول سوري أصح أربعة أنا فتح أصح خمسة أوكي بصوا بيتكلم بيقول فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها بكل تواضع وداعة بطول أنا محتملين بعضكم بعضا في المحبة مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح لأن ربنا نفسه جدا أننا نختبر الوحدانية دي برباط السلام بصوا إحنا كمؤمنين في العالم جسد واحد روح واحد رجاء واحد رب واحد إيمان واحد معمودية واحدة إله وأب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي كلكم كل ده يوحدنا وبالرغم من كده أوكي. بالرغم من كده مخنا أنت بتحتفل بأعياد القديسين بتصوم ازاي بتصوم امتى اما بتصوم بتاكل ايه ودي اللي عامله المشاكل وما بنقبلش نقعد مع بعض حتى في مجتمع عشان نتكلم عشان بنتكلم في الحاجات دي وفي ناس مش قابله ناس تانية انتوا ما ينفعش تروحوا السماء مفيش حاجه اسمها انك انت تكون هتروح السماء قانون الإيمان ده كلنا بنؤمن بيه هقرا لكم قانون الإيمان ده I think ده نقاوي كلنا متفقين ومتحدين في ده هل بعد كل ده ما ينفعش نتعبد مع بعض ما نقبلش بعض منين يعني بالضبط زي ما بطرس قال من أنا أقدر أن أمنع بركة ربنا أقدر أن أمنع فلان من أنه يدخل السماء عشان ما بيصومش بطريقتي عشان ما بيتعبدش بطريقتي من أنا مين اللي يحكم على التاني ليه ناس تدين ناس وليه ناس تزدري بناس وده كان الجزء الأصلي اللي كان نفسي أتكلم فيه anyways هقرأ لكم القانون الإيمان فكروا أنه إحنا مع كل المؤمنين بالمسيح في العالم مؤمنين بكل ده مش كفاية ده يوحدنا مش كفاية ده نفكر فيه وما نقعد مع بعض نتكلم فيه ما يوحدنا مش نتخانق على التفاهات بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للأب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية نعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي أمين كلنا نؤمن بده سجان فيليبي ما كانش يعرف اغلب الحاجات دي اما قال لهم ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص قالوا له امن بالرب يسوع المسيح نقطه واحده بس في قانون الايمان امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت واهل بيتك وقبلوه اما لو كان بيؤمن بكل ده كانوا رفضوه ازاي عايز افهم
شيء محزن ومخجل انه ابليس ملأ اذهان الناس بالتفاصيل التافهه، وبقينا بنعتبر التفاصيل التافهه هي الميجرز، هي الحاجات الكبيره. لا، الحاجات الكبيره من لا يؤمن بالمسيح ان ابن الله ده موضوع كبير، وحتى لو موضوع كبير هحبه وهصلي له وههتم بيه، لكن نبقى بنؤمن معا بكل ده مش عارفين نحب بعض، مش عارفين نقبل بعض. بولس ادى مثل عظيم في كنيسه روميا، وده اصلا الشاهد اللي كنت عايز اخده في الخدمه، فطبعا مفيش وقت انا هقراه. بس في كنيسه روميا كان في جروب كبير قوي امم، في جروب تاني يهود. اما كانوا بيجتمعوا وبيقعدوا في الاكل، اليهود كانوا شويه خايفين اللحمه ما تكونش مذبوحه بالطريقه الحلال بتاعتهم، فكان الحل انه ياكلوا بقول. انا عم احسن يبقى مذبوح، يبقى مخنوق، يبقى مذبوح لوثن، يبقى مش عارف. يا عم انا ملياش دعوه، انا هاكل بقول بس. وابتدوا الناس بينهم بين بعض، واحد شوف يا ربي يعني فين الايمان، والتانيين في بالهم ان انتوا بتاخدوا حاجات دي مذبوحه الوثن، انتوا مش مؤمنين بربنا، انتوا كفره. تجاذر في الكنيسه مؤمنين بكل ما نؤمن بيه، وبيبصوا لبعض كده عشان الاكل، انت بتاكل ايه وما بتاكلش ايه. اليهود مازالوا بالباك جراوند القوي، شفتوا بطرس كان باك جراوند قوي قد ايه، مازالوا بيحتفلوا بالاعياد بتاعتهم، والامم دي ار فري ما عندهمش الكلام ده. يا عم كل العيب زي بعض، ايه يعني رايحين تحتفلوا بيوم ايه وعيد المظال وعيد خلاص الكلام ده. بولس ليه وجهه نظر قويه وفاهم، بس في الحاجات دي اتكلم بطريقه اقبلوا بعض، وبلاش تتخانقوا وتحكموا على بعض في التفاهات. هختم باني هقرا لكم اصحاح 14 واول جزء من 15 في الباك جراوند ده، بصلي ان ربنا يدينا نعمه اننا نفهم المقصود. وممكن اصحاح 14 ده احد الرعاه ممكن يدرسه معانا في مره تاني بالديتيلز اللي فيه. فهعتبر ان انا قدمت مقدمه لاصحاح 14 و جاست هنقراه، وفي خلال القرايه ربنا يدينا نعمه نستوعب انه في حاجات اساسيه احنا متفقين عليها، خلصت احنا في يسوع. لو عندنا ايمان بكل ده ايمان حقيقي وبنخضع لربنا، لكن بقيه الحاجات عيب جدا، عيب جدا نتكلم على بعض ولا نحكم على بعض. كل واحد حر، كل واحد حر يصوم الطريقه اللي هو عايزها طالما في المسيح، طالما بيعملها لربنا زي ما هنشوف. رومية 14 لغايه 15 عدد 13، انا هقرا جزء وهختم فما تخافوش مفيش وعظه تاني. بيقول الكلمات دي بولس: من هو ضعيف في الايمان. ضعيف في الايمان مش ايمانه ضعيف، يعني ما عندوش تمييز قوي موضوع اللحمه والاكل، عنده يعني عنده شويه ضمير وحساس قوي قوي. من هو ضعيف في الايمان فاقبلوه، اقبلوا بعضكم بعضا، اقبلوه لا لمحاكمه الافكار، ما تقبلوش عشان تقعد تناقشه وتقعد تضايقه وتقول له انت بتؤمن بيه، نو اقبلوه لا لمحاكمه الافكار. واحد يؤمن ان ياكل كل شيء، جاي من باك جراوند ما في العالم يؤمن انه ياكل حاجات معينه. اما الضعيف ياكل بقولا، واحد بيفضل انه ياكل بقول. لا يزدري من ياكل بمن لا ياكل، ولا يدن من لا ياكل من ياكل. ليه؟ لان الله قبله بالباك جراوند المختلف، حتى لو مختلف عن ربنا. واحد يعتبر يوما دون يوم، اخر يعتبر كل يوم، فليتيقن كل واحد في عقله. مهم انك تبقى متيقن ان انت بتعمله ده مقتنع بيه جدا وبتعمله لربنا، مش بتعمله عشان خاطر الناس، مش بتعمله عشان خاطر اي حاجه تانية، لكن تبقى متيقن جدا انت ليه بتعمل دي وبتعملها عشان ربنا.
الذي يهتم باليوم اللي عنده الايام المقدسات دي هو 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 ليه بيقدس الايام دي؟ لانه بيحب ربنا قوي وده الباك جراوند بتاعه، فهو بيعملها لربنا. الذي يهتم باليوم فللرب يهتم، عاملها عشان خاطر ربنا. والذي لا يهتم باليوم، مش اللي هو ما بيعبرش، لا، اللي هو عنده كل الايام سيان، انا بمجد ربنا في كل الايام لان الباك جراوند بتاعي ما ادانيش اهميه الايام دي. الذي يهتم باليوم فللرب يهتم. الذي ياكل فللرب ياكل لانه يشكر الله. انا بشكرك يا رب على كل الحاجات الحلوه اللي انت بتديها لنا في العالم. والذي لا ياكل للصايم وعنده باك جراوند انه ينبغي انه يبقى يعني مقلل جدا واخد باله قوي، هو بيعمل كده لربنا، فللرب لا ياكل ويشكر الله برضه. لا، ليس احد منا يعيش لذاته ولا احد يموت لذاته، لاننا ان عشنا فللرب نعيش وان متنا فللرب نموت، فان عشنا وان متنا فللرب نحن، لانه لهذا مات المسيح وقام وعاش لكي يسود على الاحياء والاموات. اما انت فلماذا تدين اخاك؟ وهنا سماه اخوك. احنا اخوات في المسيح يسوع، دخلنا لعيلته ودعانا للترابيزه بتاعته. مين انت ومين انا عشان اقول لا ده ما ينفعش يقعد على الترابيزه؟ صاحب الحفل، صاحب الدعوه، هو اللي يقول مين اللي يقعد ومين اللي ما يقعدش. وهو قبلك وقبلني وجايب لك الاكل بتاعك وجايب لي الاكل بتاعي. مش من حقي ان اقول حاجه على حد، ولا من حق حد ان يحكم عليا. اما بنتكلم على الجري ارياز، ما بنتكلمش على خطايا، هنتكلم على حاجات صح، اكل او شرب او حاجات كده، لكن خطيه لا، لازم نقف ونقول في شر. لكن احنا بنتكلم على جري ارياز، كتاب ما قالش عليها انها غلط، ما حددش تعمل وما تعملش، فدي فيها مقدار كبير من الحريه. اما انت فلماذا تدين اخاك؟ وانت ايضا لماذا تزدري باخيك؟ لاننا جميعا سوف نقف امام كرسي المسيح، لانه مكتوب انا حي يقول الرب انه لي ستكثو كل ركبه وكل لسان سيحمد الله. فاذا اما اقعد قدام كرسي المسيح هقدم حساب عن نفسي مش عنه. اذا كل واحد منا سيعطي عن نفسه حسابا لله. انت عملت الحاجات من قلبك لربنا؟ بتاكل ما بتاكلش؟ بتعتبر يوم ما بتعتبرش يوم؟ كله ينبغي ان تتيقن في نفسك، لانك انت هتقدم حساب لربنا عن اللي انت عملته. فلا نحاكم ايضا بعضنا بعضا، بل بالحري احكموا بهذا ان لا يوضع للاخ مصدمه او معثره. مش هكمل القراية لانه تكملة القراية دخلنا السنة في موضوع تاني شوية بتاع موضوع العثرة، وده موضوع هام لكن مش في مجال الكلام اللي كنت عايز اتكلم فيه. يسوع فتح الباب وقبل الناس المختلفين. الى خصته جاء، خصته لم تقبله. كان جاي فعلا شعب اسرائيل، والشعب الاسرائيلي رفضه، وهو في حياته ابتدى يفتح الباب، ابتدى يقبل الناس المختلفة ويدخلها. وقال للتلاميذ انا عايزكم تروحوا لكل العالم تكرزوا بالانجيل الخليقه كلها، واعطى الروح القدس عشان يوحدنا، وعمل كل ما يعمل عشان يحمي الكنيسه في اول مهدها، اول ما ابتدت، من انها تموت واليهوديه تنتصر وتموت الارساليه بتاعه المسيح. ورساله المسيح نجحت، وربنا فتح الباب للامم واقنع الرسل، والرسل اقنعوا الناس وعاشوا وفهموا وابتدوا يتكلموا الناس وابتدوا ينادوا للكنيسه. في قانون ايمان كبير، في امور هامه في الايمان ما ينفعش. يعني يوحنا الرسول قال ان في ناس معينين اللي ما بيؤمنوش ان يسوع جه في الجسد ما ينفعش تخليه يجي الكنيسه يعلم، ما ينفعش يدخل في الشركه بتاعتك، ده ايفن ما تدخلوش بيتك. ايه؟ في حاجات ميجر ما فيهاش هزار، لكن يؤمن بالمسيح لكن عنده باك جراوند مختلف، ويلكم، اهلا بيه. ايه المشكله اني استوعب ان اخويا ارثوذكسي، اخويا كاثوليكي، هو في المسيح، اوكي طريقه عبادته مختلفه، ينفع اقبله؟ ينفع نصلي سوا؟ ينفع نسبح المسيح مع بعض؟ ينفع. بس هو بيتناول بطريقه، اوكي ربنا قبله وربنا قبلني، انا مالي وهو ماله؟ نقدر نحب بعض؟ اه نقدر نحب بعض طبعا، ما احنا هنضطر نحب بعض لاننا هيبقى مع بعض في السماء. بس هو مش عايز يروح السماء، هو بيقول انا مش رايح. مين اللي يقول مين رايح ومين مش رايح؟ المسيح بيقول. انا ما اقدرش احكم، انا عليا اقبل، عليا احب،
ونتكلم فيما يوحدنا. جربت ده في حياتي انا شخصيا زمان لما كنا في ثانوي، كان الواحد بقى عنده حماس بقى واقعد اتناقش بقى والاعتراف وبعد كده لقيت ايه الهبل اللي انا بعمله ده، بنتخانق علاقتنا بتبوظ. ابتديت افكر بطريقه تانية، وكل ما اتعامل مع حد من اخواتي الارثوذكس اخواتي الكاثوليك بتعامل بمنتهى المحبه، وبصمم ان نناقش الحاجات اللي بتوحدنا، واحب اسمع هو عبادته شكلها ايه وبيعمل ايه، وقد كده اتعلمت منه. ومخي مش على حاجة إلا إنه أخويا في المسيح. مختلفين، لكن أنا أقدر أقبل واحد مختلف عني وأحبه. وأحبه جدا، مش لازم يبقى زي، إيه يعني؟ بس محتاجة نضج. محتاجة نضج في الاستيعاب. وإني أميز إيه المهم وإيه اللي مش مهم. وبكده نقدر نختبر مع بعض إننا واحد في المسيح. على الليفل العالي والاختلافات دي ناس بتاعت الناس الكبيرة، ليكن مش احنا اللي هندخل فيها، وجايز عشان كنيسة ترجع تتحد تاني محتاجة معجزة من ربنا زي اللي عملها مع بطرس عشان يوحد الكنيسة تاني، لو ربنا عايز يعملها هيعملها. لكن على الأقل احنا بالنسبة لنا على الليفل الشخصي، على الليفل الكنيسة المحلية، على الليفل حياتك انت الشخصية، بتفكر في المؤمنين التانيين ازاي؟ احنا كتير بنتكلم التعامل مع الاخر على الاخر المختلف خالص، لكن قلما يحدث نتكلم على الاخر المختلف عني في المسيح. ويسوع بيقول اقبلوا بعض وحبوا بعض لان انا قبلت، لان الله قبله، الله قبلك والله قبلني. ربنا دي نعمة ان نفهم من كلام ربنا ازاي نحب بعض كمؤمنين بالمسيح. مؤمنين بالمسيح مش كنيسة مصر الإنجليزية، مؤمنين بالمسيح اللي في العالم كله، ويبقى لنا شركة معنا. ولو سافرنا وروحنا أي حتة برة أقدر أروح أحضر أي كنيسة للمسيح وأتعبد بفرح، حتى وكانوا بيتعبدوا بطريقة مختلفة عني. أوكي أحب أتعبد في الكنيسة بتاعتي، لكن ممكن أروح حتة تانية بتعبدوا بطريقة تانية، مش معناها أنا مش هعرف أعبد المسيح. المسيح مش موجود في البيت ده، مين قال؟ عشان بيصلوا بطريقة. يسوع قبلهم، باكجراوند بتاعهم مختلف، باكجراوند بتاعي مختلف، لكن نؤمن بيسوع المسيح، هنبقى مع بعض في السماء. ربنا يدينا نعمة نعرف نحب بعض على الأرض قبل ما نروح السماء. خلونا نصلي. هطلب من أخونا دكتور عادل كمال يتقدمنا في الصلاة. يا رب نشكرك لأنه منذ القديم يا رب أنت أحببت الأمم وأحببت العالم. يا رب أشكرك لأجل يسوع اللي أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس،